جسر النيل الأبيض مغلق من جديد، وسماء اختلطت مرة أخرى بغازات القنابل المسيلة للدموع. حال الشارع السوداني الذي يستمر في مظاهراته الاحتجاجية والمطالبة بحكم مدني. مظاهرات لم تخلو أيضا من سقوط ضحايا، حيث أعلنت قوات الأمن عن مقتل شرطي سوداني. تزامنت الاحتجاجات مع إطلاق المبادرة الأممية للم شمل الفرقاء وإيجاد مخرج للأزمة، حيث أعرب رئيس الأمم المتحدة بالسودان أن المبادرة قد تكون آخر بارقة أمل للتسوية في البلاد. فولكر لم يخفي انزعاجه أيضا من استقالة عبد الله حمدوك من رئاسة الحكومة التي وحسب وصفه أحدثت فراغا كبيرا خصوصا لدى المكون المدني. في الأثناء عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة طالب فيها بيرتس بإنهاء حالة الطوارئ في السودان من أجل إيجاد بيئة ملائمة للحوار. ومن جانبهم أعرب أعضاء المجلس عن دعمهم للجهود الأممية. وعلى سبيل الردود الداخلية، ما زالت قوى تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي تصر على موقفها الرافض للمبادرة، في حين سارع حزب الأمة إلى تقديم مقترح من 10 بنود تتوافق حسب وصفه مع المبادرة الأممية، معتبرا أن الحل يكمن في جملة خطوات من بينها تشكيل حكومة كفاءات انتقالية وتعيين الأجهزة العدلية خاصة المحكمة الدستورية والمفوضيات والإعلان عن انتخابات رئاسية وبرلمانية قومية مطلع العام القادم.